من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، أشرف اليوم الفريق أحمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ تمرين رمي بالصواريخ سطح سطح وتفقد بعض وحدات الناحية. إلهام عشير. بمضلع الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران، ورفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية، تابع السيد الفريق مجريات التمرين الذي نفذ من قبل طاقم السفينة الفرقاطة الرادع. تنفيذ تمرين الرمي تم على هدف بحري، وهو عبارة عن باخرة قديمة تم تخصيصها كدارئة للرمي، حيث تم تمثيل معركة بحرية قريبة من الواقع ضد هدف معاد. ويهدف هذا التمرين إلى إتقان التحكم في استعمال الأسلحة الكبرى الموجودة في حوزة القوات البحرية، خاصة الصواريخ المضادة للسفن الحربية، ومراقبة فعالية الأسلحة المكتسبة. كما يندرج هذا التمرين في إطار الاستلام النهائي للسفينة الفرقاطة الرادع بعد التأكد من مدى فعاليتها العملياتية، وقد تم تنفيذه بنجاح وتدمير الهدف البحري بدقة عالية، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحضير القتالي الجيد للأطقم والتحكم في الأسلحة والمعدات، مما يؤكد التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة. وفي كلمة توجيهية للسيد الفريق، هنأ فيها طاقم السفينة الفرقاطة الرادع على تحكمهم الجيد في الأسلحة والمعدات، مشيدا بالجهود الكبرى التي بذلت من أجل الارتقاء بقدرات القوات البحرية كمكون أساسي من مكونات الجيش الوطني الشعبي، بالاعتماد أساسا على عنصر بشري كفء قادر على مواجهة كافة التحديات المعترضة. إن العمل المهني المسؤول المتصف بالاحترافية والجدية هو السلوك العملي الأمثل